جوه كل واحد فينا خط رفيع ودقيق ما بين الخير والشر، أحياناً بيغلب الخير وممكن ينتصر الشر. يتحول الصراع جوانا بين الأبيض والأسود. النهاردة معانا النجمة الكبيرة لطيفة في رمضان. كل سنة وانتي طيبة، رمضان كريم. وانتي طيبة يا جيهان، وكل مصر وكل الشعب العربي والشعب المصري بألف خير يا رب. ايه سر مسلسلك كلمة سر؟ يعني دورك، شخصيتك فيه، طبعا احنا بنتفرج عليه دلوقتي، لكن حابين برضو نعرف منك تفاصيل. بصي، سر المسلسل انه طبعا صعب تبوحي عن سر يعني، لكن هقولك انا السر اللي خلاني قبلت ان انا اعمل المسلسل ده، انه اولا النص من اروع ما يمكن. احمد عبد الفتاح كاتب نص اغراني اني انا ادخل للدراما، مختلف، شخصيه مختلفه، مش لطيفه خالص. الناس بتتفاجئ بيا انه مش دي لطيفه يعني، حتى اللي حواليا بيشتغلوا معايا بيقولوا لي على فكره احنا بنخاف نقرب لك لما تكوني رحمه. رحمه شخصيه المسلسل فيها تعقيدات نفسيه، فيها لا خالص لا، بس هي بتمر بمراحل مختلفه. هي عندها تارجت معين، حاجات يعني خليها الناس تكتشفها يعني. السر كمان انه معايا مخرج ملتزم ورائع ودقيق ومحترم، الاستاذ سعد هنداوي، معايا مدير تصوير من اروع ما يمكن الاستاذ حسام حبيب، والمجموعه كلها معايا نجوم انا بعشقهم بموت فيهم من زمان، على رأسنا كلنا الأستاذ حسن يوسف. الأستاذ حسن يوسف مدرسة عظيمة، مخضرمة وعظيمة. الأستاذ هشام سليم حبيب قلبي، النجم الكبير يعني. فرحانة أن أنا بشتغل معاهم في المسلسل ده، لأنه من أسعد أيام حياتي كواليس هذا المسلسل. ما أقولكيش الروح الحلوة اللي موجودة. طبعا معايا ريهام عبد الغفور النجمة الكبيرة، معايا الأستاذ أحمد صلاح حسني، إيمي سالم، محمد شقنقيري، مدام ليلى عز العرب، فإحنا كرو جميل جدا، أحمد شامي، مجموعة جميلة جدا. لطيفة، إلى أي مدى بتحب التمثيل؟ يعني بتأخري علينا كتير في التمثيل، فأنا عايز أسألك بقى، حاجة مهمة بالنسبة لك ولا لو لما تلاقي حاجة كويسة؟ أقولك حاجة جيهان، بصي أنا من كتر ما بحب التمثيل أبخاف عليه، بمعنى ما أقدرش أقبل أي حاجة. أتعرض علي كتير جدا سينما ودراما، لكن لو حاجة ما حسيتهاش، مش عقل، الحكاية مش كلها عقل عندي، إنه لازم تعملي ولازم تشتغلي ولازم تعملي مسلسل فيلم كذا مسرحية، لا، عندي أنا الحكاية إني أنا عايز أعمل اللي أنا حلمت بيه من وأنا صغير. يعني في السينما لما جاني العرض من الأستاذ يوسف شاهين ما ترددتش لحظة، فورا قلت له آه. لا، في المسرح لما جاني العرض من الأستاذ منصور رحباني الرحابنة، عملت معهم حكم الرعيان، كمان ما ترددتش. في الدراما قد كده بقى دبل القلق، بيبقى دبل، لأنه أنت بتخشي على البيوت، أنا في غرفهم وفي صالوناتهم قاعدة معاهم يعني، فدي مسؤولية، مسؤولية كبيرة. لكن أنا عشمانة ومتفائلة، وأملي إن أنا هذا العمل يكون لي بصمة محترمة عند الناس إن شاء الله. كم أغنية غنيتها لطيفة في المسلسل؟ هقولك حاجة بقى، الجانب الغنائي أنا لا أعتبره أغاني. الشاعر العظيم أيمن باجت قمر، والملحن الكبير خالد عز، وطبعا الموسيقى التصويرية الأستاذ خالد حماد. احنا عاملين شكل غنائي وظفناه بشكل انه يكون درامي، انه مش اغاني، لا، رباعيات معبرة عن الحالة اللي موجودة في وانا سعيدة بده جدا، لاني كنت دايما اشوف مسلسلات كده، وكان في فيلم اثر فيا جدا، لا تسألني من انا، للسيدة العظيمة شادية اللي بقول لها كل سنة وانت طيبة، ببوس راسها وبقول لها هتفضلي دايما مدرستنا يعني. انا بالنسبة لي انك توظفي الغنى في الدراما هو ده كان هدفي. بيتقال ان المسلسل كلمة سر واجه ازمة شوية تسويقية، ايه صحة الكلام ده؟ لا خالص، لا خالص. المشكلة انه اتعرض كتير على الشركة المنتجة، لكن الشركة عايزة تحطنا في مكانة هم أدرى بيها. أنت عارفة الشركة المنتجة دول ناس ليهم خبرة يعني، وفي منهم ناس أول مرة تنتج، فما حبوش أنه تكون المسألة مادية بس، أنه ياخدوا فلوس وخلاص، لا، حبوا أنه يتحط في مكانة تليق بالعمل، لأنه العمل مكلف والعمل متنوع وجديد ولطيفة أول مرة يعني. فأنا راضية باللي هم بيعملوه، مفاوضات، معرفش ايه، الحاجات دي كلها هم أدرى مني، ولو اني انا بالنسبة لي ما عنديش مشكلة،
يعني ينزل رمضان ينزل بعد رمضان مش مهم، المهم ان انا ابقى عاملة عمل كويس بس. ايه اللي لطيفة تعلمته من يوسف شاهين بعد سكوت هنصور؟ حاجات كتير جدا تعلمت منه، اني انا اكمل زي ما انا بمبادئي دي وبالتزامي ده وبمسؤوليتي دي. تعلمت منه ازاي لما اكون قدام الكاميرا بفصل تماما، مش لطيفة، مش البني آدم اللي جاي عندها مشاكل وعندها ستريس وعندها لا لا، تقف قدام الكاميرا خلاص هي الشخصية اللي بتأدي. وتعلمت منه وسمعت كلامه، لأنه هو حلفني قبل ما يتوفى في آخر عيد ميلاد له الله يرحمه، ما كانش فيه غير 5 أنفار أنا من ضمنهم، يعني مراته وأهله وناس قليلين قوي يعني. قال لي وعديني أنك أنت تكملي في التمثيل، وأنا بنفذ وعدي له الله يرحمه. صحيح أن الحب مقدمة للزواج ولا مش ضروري؟ ضروري جدا جدا، ولا يبقى زواج ليه؟ عمر ما هيبقى زواج، يعني هيبقى تنافر من أولها. يعني أساس الزواج أنا في رأيي حب وبس. طلعت أقاويل إن كان في مشروع زواج بينك وبين كاظم الساهر، أو لما تعاونتوا مع بعض، الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ وقابله مع راغب وبعد كده مع زيد الرحباني لا ده كلام مش صحيح طبعا. هو بس مجرد ما يبقى في ديو، ما أنا دلوقتي نازلة أنا والأستاذ هشام سليم وكل المجلات والدنيا الكافرز أنا وهو، فكله بيقولك هم اتجوزوا، وناس كاتبة على السوشيال ميديا، أنا بضحك كل يوم على الانستا وعلى التويتر وفيسبوك وكده. فإحنا فنانين يعني، الدويتوهات في الفن مطلوبة جدا يعني. لطيفة، هل صحيح أن أسعد لحظات الحب هي لحظة العتاب بعد الخصام؟ هي فنيتي أنت الموضوع دي. طبعا هي من اللحظات الحلوة أكيد، أكيد، لكن أحلى لحظات الحب هي الصدق. هل تفوقت لطيفة على أصالة في الغناء؟ أنا لا أتفوق عن أي حد، أنا بحب أصالة جدا وبحب أنغام جدا وبحب شيرين جدا وبحب أمل ماهر وبحب أصواتهم جدا يعني، وبحب أسمع اللي هم بيعملوه. كل حد فينا مش يتفوق، لا، كل واحدة فينا ليها طريقها، ليها سكتها، ليها جمهورها، ليها طريقة غناها يعني. لطيفة، كان في علاقة قوية بينك وبين الشاعر عبد الوهاب محمد، تردد إنه كان في بينكم حب أو كان يحبك كثيرا كمان. أكيد كان في حب لا يوصف بيني وبين، ألف رحمة على روحه، أستاذي العظيم أستاذ عبد الوهاب محمد. كان هو أبويا وكان هو أخويا وكان هو سندي وكان وسيظل دائما مدرستي اللي بتعلم منها، وسيظل هو القدوة، لأنه عبد الوهاب محمد لغاية يومنا ده بيته إيجار، مش من الناس اللي استغلوا الفن عشان يستفيد ماديا. أنا تعلمت أني أنا أكمل على مبادئ دي كمان من عبد الوهاب محمد الله يرحمه، كان مقتنع بي واحتضني أول ما جيت مصر وساندني ووقف معايا وكتب لي كلام من أروع ما غنيت في حياتي. وصل التوتر بينك وبين حلمي بكر لحد فين؟ صحيح ان كان في خلافات ومشاكل حاصله؟ خالص، انا ده راجل ليه رايه، بقول له كل سنه وانت طيب يا استاذ حلمي. مفيش خلافات بينكم؟ انا ما شفتوش عشان اختلف معاه، انا قابلته في حياتي كم مره يعني، معدودين المرات اللي قابلته فيها يعني. ما يعرفنيش كويس يعني، ولا انا بعرفوش كويس غير من الحانه يعني. لكن هو قال عني كلام ربنا يسامحه، أنا لطيفة جدا يعني. طبعا. إيه اللي تغير بالنسبة لطيفة في الغناء من التسعينيات لحد دلوقتي؟ لا، حاجات كتير تغيرت طبعا، لأنه الحياة تغيرت، الأذواق تغيرت، القناعات تغيرت، الأوضاع في العالم العربي تغيرت. فلطيفة لازم تكون مرآة معبرة على ما يحصل في المجتمع، من ناحية العاطفية، من ناحية الوطنية، من ناحية الإنسانية، من كل النواحي. أنا لو ما كنش متنوعة مع العصر يبقى أنا مش هستمر. فحاجات كتير تغيرت طبعا طبعا، لكن قناعاتي هي هي ومبادئي هي هي. تحبي تغني من ألحان مين اليومين دول؟ أنا دلوقتي بغني من ألحان خالد عز. وخالد عز حالة غريبة جدا وجميلة جدا ورائعة، فأنا مبسوطة مع خالد عز اليومين دول. وأحب أغني من ألحان ناس كتير جدا موجودة في الساحة، وليد سعد، محمد رحيم، زياد الرحباني، محمد يحيى، محمد رفاعي، الناس اللي أنا نجحت معاهم يعني. ابتديتي تسجلي ألبومك الجديد؟ عملتي أي حاجة؟ لا لسه، كلمة سر هي اللي واخدها كل وقتي. لا لسه شوية. مين من وجهة نظرك أهم على الساحة الغنائية، عمرو دياب ولا محمد منير؟ يا حياتي الاثنين يجننوا. منير بقول له مبروك يا قلبي، لسه مكلمه امبارح ومباركاله وبنحكي على ظروف المسلسلات وكده،
تجربة رائعة بيعملها. وأنا بعشق صوت منير وبعشق عمرو دياب. عمرو دياب بقوله مبروك على ألبومك اللي رائع ويجنن، ودول حبايبي احنا يعني طلعنا مع بعض وكبرنا مع بعض. منير يمكن سبقنا شوية، بس عمرو كنا مع بعض حتى في أكاديمية الفنون، كنا مع بعض كنا بندرس سوا موسيقى يعني. فهم الاثنين رموز من رموز مصر. النجمة لطيفة، لماذا لم تحقق أي مطربة عربية شهرة السيدة فيروز؟ صعب تقارني السيدة فيروز بأي حد. ليه؟ لا تقارن، ولن ولم ولن لن تقارن، لأنك صعب كمان تقارني حد بالسيدة أم كلثوم. السيدة فيروز مثل أعلى بالنسبة لي، كمان السيدة أم كلثوم طبعا. أنا تعلمت منهم كتير جدا. أنا بحب في السيدة فيروز التنوع اللي بتعمله في فنها، كل الأشكال الغنائية غنتها، كل الأشكال الفنية عملتها، عملت مسرح، عملت سينما، عملت أغاني، عملت قصائد، عملت تقاطيع، عملت موشحات، عملت أغاني وطنية، عملت أغاني عاطفية، عملت أغاني وجدانية. أنا ده عشقي بقى، يا ده البحر اللي أنا نفسي أغوص فيه يعني. مشهد سينمائي أيام الأبيض وأسود، مين النجمة اللي كنت نفسك تبقي زيها أو مكانها؟ شادية ثم شادية. هذه العظيمة. أنا بفكر كده بعد لما كبرت ودرست موسيقى وكده وفهمت يعني إيه تقعدي تشتغلي في الاستوديوهات والسينما والمسرح والكده، قلت ربنا يحميها، الست دي تعبت قوي حياتها كلها في الاستوديوهات، تسجل في الإذاعة وتسجل في السينما وتسجل في المسرح وتسجل. في أعظم من كده؟ تفتكر لها مشهد حبت لو كان نفسك تقدميه؟ كتير، مع بطة الجماهير، ده من أروع ما قدمت، ريا وسكينة. لا شادية، تفتكري إيه ولا تسيبي إيه يعني؟ عملت حاجات كتير جدا، دليلة، لا تسألني من أنا، هذه التجربة العظيمة يعني. النجمة لطيفة، بنشكرك على وجودك معنا في أبيض وأسود على نجوم أفقام، وفي رمضان كل سنة وانت طيبة، رمضان كريم عليك يا رب. يا رب تبقى دايما حياتنا كلها صافية وبيضة وما نشوفش فيها سواد أبدا، ولو جت أي سحابة سودة يا رب تعدي بسرعة، ويا أبيض يا أسود لكن مش رمادي يعني، خلينا في الأبيض يا رب. يبقى رمضان ده خير على كل المصريين وعلى كل الوطن العربي، ويا رب الغلابة المهجرين من بيوتهم من سوريا ولا من اليمن ولا من لبنان ولا من فلسطين ولا من العراق ولا من تونس في الهجرة الغير شرعية اللي بيتعمل ده، يا رب يرجعوا أوطانهم كده. وبحق رمضان كل من يدعو دعوة ربنا يستجيب له يعني. مرسي ليكي جيهان، وكل سنة وانتي طيبة.